تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب وأصبح على الأخت آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح النور. لا هي بالموبايل اليوم. اليوم أجهز حق الأخبار. الله يصبحك بالنور والعافية. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب أيضا بتواصلكم ومشاركاتكم معنا خلال الأرقام، أو من خلال الأرقام 600-55-14-14، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نحب أن ننوه مستمعين الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما نقول أن التطعيم أمان واطمئنان. وأيضا نذكر مستمعين الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا كما يليت: كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا أيضا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض سريعا مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، ودائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. واليوم أول خبر تحت عنوان: صحة دبي تحدد المراكز الإضافية المستمرة في فحوصات كوفيد-19. وخبر آخر تحت عنوان: الغناء والضحك والقهقهة ترفع نسبة الأكسجين في الدم. آمنة بتاخذين هالخبر؟ هالخبر عاد بالذات عبد الله لازم أنت تقرأ. فقرة السوشيال ميديا مستمعين الأعزاء، وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وأيضا عندنا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي ومضاعفات مرض السكري في الحمل. أما مصطلحنا الطبي لهذا اليوم: انخفاض ضغط الدم، هايبرتنشن. وفقرة التغذية اليوم أيضا تحت عنوان: حساسية الحليب. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم في فقرة صحة المرأة، وتحت عنوان: قصر القامة الطبيعي. ناخذ الخبر اختي آمنة عيال، عندك: صحة دبي تحدد المراكز الإضافية المستمرة في فحوصات كوفيد-19. وطبعا خبرنا اليوم جدا مهم أخوي عبد الله، فأعلنت هيئة الصحة بدبي عن استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لكوفيد-19، واللي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي نادي النصر طوال أيام الأسبوع، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرة، إلى جانب مركزي دير سيتي سنتر ومول الإمارات، وهم بدون مواعيد. وطبعا يعني أخوي عبد الله نوضح للمستمعين أن هناك مراكز تتطلب أخذ مواعيد لفحص كوفيد-19، واللي هي نادي النصر ومجلس صحيح. الراشدية ومجلس ميناء جميرة، وإلى جانب مركز طبعا دير سيتي سنتر ومول الإمارات بإمكانهم فحص كوفيد-19 بدون أخذ موعد. وأفادت الهيئة بأن إجراءات الفحوصات قد توقفت بداية من يوم الثلاثاء في مراكز معينة إضافية نظرا لانقضاء الحاجة إليها، وهي منصة النخيل مول،
ودبي مول ومركز مرتف للتسوق ونادي الشباب ومجلس مينا الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجراء المسافرين اللي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر. فطبعا أخوي عبد الله مثل ما وضحنا المستمعين فإن هناك مراكز ستستمر بالعمل بفحوصات كوفيد 19، وهناك مراكز تم إلغائها لانقضاء الحاجة إليها. نعم اختيامنا مثل ما ذكرتي أيضا هناك إن شاء الله بيكون الإعلان عن مراكز جديدة. ننتقل وياكم مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا اليومية، فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. مرحبا أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. مرحبتين، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية يا رب، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور الزين. صبحت بالنور والعافية. بداية نحن نحب نشكر كل الأشخاص اللي قاعدين يشاركونا تجاربهم الإيجابية من خلال خدمات مراكز تطعيم كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة. أيضا هناك من الأمور المهمة اللي نحن دائما نأكد عليها أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي لازم يكون في موعد مسبق قبل الذهاب، يعني عن طريق التطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال رقم المجاني 8342. يعني هاي من الأمور المهمة جدا أن الواحد لازم يعرف أنه عليه أن يأخذ موعد قبل ما يروح أي من المراكز الموجودة الخاصة بالتطعيم. أيضا من ضمن الأمور المهمة اللي هي التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأخذ اللازم لحمايتكم وحماية أنفسكم من خلال التباعد الجسدي، جدا مهم خصوصا يعني في الدوامات في الاجتماعات، جدا مهم أن الواحد يحافظ على مسافة كافية بينه وبين زميله الموجود معه في المكتب. أيضا التعقيم وايد مهم، تعقيم اليدين وغسل اليدين. يعني أغلب الأشخاص إن خاص بدوا يعني يتعودون إن خاص يأكلون بدون ما يغسلون إيدهم، إن خاص إنه هو شبت وإلا إذا هو لا، جدا مهم إن الواحد يعقم إيده قبل ما يلمس عينه والأنف والفم. هاي من الأمور جدا مهمة. أيضا الخبر اللي ذكرته من شوية إن إغلاق بعض المراكز وافتح بعض المراكز الثانية الموجودة، وهي تقريبا أغلب الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير للشختي آمنة. قبل لا نأخذ الفاصل عندنا يمكن 3 دقائق، لو نحب أو لو نذكر مستمعين الأعزاء بالنسبة للفئات المستهدفة والفئات أيضا المستثناة عن لقاح كوفيد 19. طبعا أخوي عبد الله كلنا صار لنا وعي الحين ونعرف أن الفئات ذوات الأولوية لأخذ لقاح كوفيد 19 هم كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة، ومن لديهم أعراض الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، طبعا هم المستهدفين بالدرجة الأولى. وإذا جئينا حق الناس اللي هم طبعا الفئات المستثناة من أخذ لقاح كوفيد 19 هم الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل خلال فترة 3 أشهر، والمصابون بأمراض نقص المناعة، ومن لديهم حساسية من أي لقاح أو طعام أو دواء أو مادة، وطبعا الأطفال دون سن 18 سنة. نعم مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. اليوم عندنا تحت عنوان مضاعفات مرض السكري في الحمل، بتكون ويانا الدكتورة إكرام عبد العزيز أخصائية نساء وولادة، وأيضا بنتحدث معها عن مضاعفات مرض السكري على الطفل وأيضا مضاعفات مرض السكري على الحامل، وكيفية العلاج والمتابعة والنصائح. فخلكم يانا مستمعين الأعزاء، ودائما يعني نرحب بتواصلكم ويانا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان مضاعفات مرض السكري في الحمل، وبتكون معنا الدكتورة إكرام عبد العزيز أخصائية نساء وولادة في مستشفى لطيفة أتوقع. دكتورة إكرام صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسعادة أستاذ عبد الله ومستشفى دبي إن شاء الله بإذن الله. مستشفى دبي، سامحينا دكتور أنا ما أدري ليش رابط يعني اسمك أنت بمستشفى لطيفة. المستشفيين واحد ونحن تابعين لهيئة صحة دبي. حياك أستاذ عبد الله، صراحة الصحة والسعادة. الله يحييك إن شاء الله دكتورة ويصبح عليك إن شاء الله بالخير. نحن نعرف أن دكتورة يعني داء السكري يحتاج إلى الشخص المصاب بداء السكري دائما يحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى متابعة ليس فقط من الطبيب، ونحن تكلمنا في هذا الموضوع كثير. متابعة لابد أن يكون مع فريق طبي متكامل، مع الطبيب، مع أخصائي التغذية، التثقيف الصحي، شبكية العين والعناية بالقدم، وأيضا الجانب النفسي والرياضي يدخل في الموضوع. طبعا الهدف من الموضوع هذا اللي هو تقليل المضاعفات، اللي هو نحن اليوم حديثنا معك دكتورة عن مضاعفات مرض السكري في الحمل. فحابين دكتورة تخبرينا ما هي مضاعفات مرض السكري على الطفل، ومن بعدها طبعا بنتكلم عنها على الحامل. الله يسلمك دكتور أستاذ عبد الله. فنحن بالنسبة لنا مثل ما قلت أو مثل ما تفضلت إنه السكري من الحاجات اللي بقت شائعة في الآونة الأخيرة بالنسبة لظروف الحياة الضاغطة، وبتكون المرأة الحامل عرضة لكثير من الأشياء. لكن أنا بس بحب أنوه إنه نحن في كل هيئة صحة دبي عندنا عيادات مختصة جدا جدا. في مستشفى دبي عندنا عيادات مختصة اللي هي تضم اختصاصية السكري واختصاصية النساء والتوليد، التغذية، اختصاصي التغذية العامة والرياضة وكل هاي الأشياء، وهي عيادات متخصصة لمتابعة الحامل خلال حملها لحد ما تلد بالسلامة وتربي بالسلامة وتجيب لنا بيبي سليم وهي تكون سليمة. صحيح. بالنسبة للمضاعفات الحمل على السيدة وعلى البيبي، نحن أهم حاجة ننوه إنه نحن عندنا ممكن نقول ثلاثة أنواع من السكري، اللي هو إما يكون سكري وراثي، الوحدة اتولدت وعندها سكري من الدرجة الأولى، ودين هم الأخطر، ودي تكون بيعتمد على كيفية تنظيمه قبل الحمل. النوع الثاني من السكري اللي هو السكري النوع الثاني، وده بيجي في العمر كبير يعني بعد عمر 30-35 أو 40 والسيدة تحمل عليهم، أو سكري الحامل نفسه اللي هي الوحدة تكون سليمة تماما وخلال الفترة بتاعت الحمل بتاعها يجيها سكري، وده بنسميه سكري حمل. لما نجي نتكلم عن المضاعفات بالنسبة للطفل، نحن الحاجات اللي بنخاف منها جدا جدا إنه الذكر السكري غير منتظم في أي نوع من أنواعه الثلاثة. البيبي بيكون عرضة أو الطفل بيكون عرضة لإنه يكون عنده زيادة كبيرة في الوزن داخل بطن أمه، ودي نحن نتكلم عن أوزان تفوت 9 أطار اللي هي 4 كيلو، 4 كيلو 100، 4 كيلو 500 وهكذا. ودي في حد ذاته بيعرض الطفل إنه ممكن تحصل له مضاعفات شديدة أثناء الولادة، منها إصابات أثناء الولادة واحتياج لعملية قيصرية، أو الولادة المبكرة إذا كانت الأم نفسها تدخل على ولادة مبكرة، أو الأطباء يحتاجوا يولدوا الأم قبل زمنها عشان نسبة زيادة حجم البيبي، أو للمضاعفات اللي بتحصل لها هي أثناء الولادة المبكرة قد تأثر سلبيا على الطفل. من المضاعفات الثانية ممكن تحصل للبيبي للطفل إنه يحصل له اللي هي صعوبة في التنفس، أو إحنا نسميها خطورة التنفس، ولهذا السبب الطفل بيحتاج تنويم في العناية المكثفة للأطفال أو العناية بالأطفال الخدج، وقد يحتاج لأنابيب تنفس، وقد يحتاج لمتابعة طويلة المدى، وده ممكن يؤثر سلبا على جهاز التنفس عند الطفل عندما يكبر. الطفل نفسه قد يكون معرض لأنه يكون عنده نقص حاد في السكري، وده بيحتاج لإبر تغذية، وبرضه وجود في العناية المكثفة للأطفال أو العناية المكثفة للخدج.
والحاجة الثانية اللي هي طويلة المدى اللي احنا نقول عليها اللي هو الطفل يحصل له سكري من الدرجة الثانية عندما يكبر. فدي ما يخص الطفل أو المضاعفات بالنسبة للطفل داخل بطن أمه. المضاعفات الثانية لو بس قلناها بالنسبة للأم اللي هي الأم قد تكون عرضة لإصابة بضغط الدم أو التسمم الحمل، ودين قد يكونوا مصاحبات جدا لبعض. عشان كده الأم اللي عندها سكري نحن بنتابعها متابعة دقيقة جدا في العيادات الخاصة، وبتحتاج تجي بصورة منتظمة طويلة فترة حملها من أسبوع لأسبوعين، وكل زيارة نحن بنصحها تشيك أو تفحص الضغط بتاعها، وبنشوف حتى نقدر من بدري جدا جدا نشخص المرض ونعالجه. والحاجة الثانية اللي هي الاحتياج للغيصريات مثل ما تفضل من الأول، وهي نفسها إذا كان السكر هو سكر حمل فقط هي نفسها قد تكون عرضة إنه تصاب بالسكر من الدرجة الثانية لقدام. نعم طبعا دكتورة، مثل ما نعرف أن خدمات هيئة الصحة في دبي سواء في مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة فيما يخص سكر الحمل خدمات متكاملة، وعن تجربة لي في هذا المجال، يعني دكتورة هم يحتوون المرأة الحامل إذا حست حتى لو كان فيها بداية سكري، والخدمات متكاملة سواء تغذية والطبيبة النسائية وكل هالأشياء، حتى الموضوع هذا ما يتفاقم حتى الحمل عندها يستمر إن شاء الله ويكون سليم وما يرتفع السكر عند المرأة. أتذكر دكتورة المتابعة تكون أسبوعية ومتابعة يومية من المرأة الحامل بنفسها، فهاي كلها طرق وعلاج ومتابعة يعني كبيرة من الأطباء ومن الهيئة بشكل عام. فنحن حابين منك نعرف دكتورة في البداية إذا المرأة الحامل كانت يعني غير مؤهلة وغير مثقفة وما تعرف متى السكري مرتفع، أنتوا دوركم كبير في توعيتها، فأنتي شو بتكون نصيحتك دكتورة للمرأة الحامل اللي فيها سكري وبعدها ما وصلت لي مضاعفات مرض السكري في الحمل؟ سعيدة صباح صوتك أستاذة منى ومرحبا بك. شكرا فيك، حالة سعادة لك. طيب نحن مثل ما تفضلتي اللي هي نحن بنقول دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج، فالوقاية هي الأساس، والحمد لله ولله الحمد السيدات الثقافة عالية، والحمد لله السبل بتاعت التوعية موجودة إذا كانت عن طريق الإذاعة التلفزيون كل المرئيات وكل الوسائل التواصل عندنا اللي هي الوقاية. بالنسبة للكلام عن الوقاية عندنا عيادات خاصة اللي هي بالتغذية السليمة أو العيادات إحنا نقول عليها اختصاصيات تغذية السكر، ودي أول الوحدة ما تجي عندنا في العيادة وتشخصت بالسكر إذا كان عندها من قبل أو تشخيص جديد، فإحنا بنحولها للعيادة، وعندنا سيسترات أو مدربات جدا جدا على تهيئة المريضة لأن كيف تأخذ التغذية السليمة، وبيدوها اللي هي الأوراق وأشياء عشان تقيس السكري بطريقة معينة، وإنها ترجع ليهم وبيكون في التلفون أو خط 24 ساعة ثابت إذا احتاجت لأي شيء في أي وقت تقدر ترجع لهم. فنحن بنقول للسيدة الحامل اللي عندها داء السكري من قبل أو إصابة جديدة إنه لازم تناول الأغذية السليمة والصحية، ودي الحاجات اللي هي فيها الألياف عالية وتكون الفواكه الطبيعية، وعندنا نوع معين من الفواكه والحبوب الكاملة. وبنجي مرة ثانية بنقول لها دائما كوني نشطة اللي هي الرياضة، فنحن بننصح بممارسة الرياضة اللي هي كأبسط أمثلة اللي هي المشي لمدة 30 دقيقة على كم من مرة في الأسبوع، ممكن نقول من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، ولما هي تحافظ على الرياضة معناتها ما حتزيد وزن بطريقة غير سليمة. نحن ما بننصح المرأة الحامل إنها تنقص وزنها، لكن بننصحها إنها ما تزيد وزن بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير سليمة، لأن الطفل بيعتمد على الوزن بتاع الأم. وبنقول لها دائما في كل زيارة بتكون جايبة معها الدفتر اللي هو بتاع القياسات بتاعتها أو عن طريق التلفونات بتاعتنا بتواصلنا، بنقول لها دائما تنتبه على معدلات معينة وبنبهها هي شنو المعدلات دي، فمعناتها التغذية السليمة، السيدة لازم تكون نشيطة وتمارس رياضة منتظمة، والمتابعة بالاستمرار إذا كانت أسبوعية أو كل أسبوعين على العيادات المتخصصة حتى يتم التشخيص مبكر عن المضاعفات وعلاجها في الوقت المناسب بدون ما تكون في مشاكل بالنسبة للطفل أو لها. نعم، وأيضا دكتورة الحامل عند بعد الولادة دكتورة قلتينا لازم يكون في متابعة،
متابعة للمرأة اللي أول مرة تصاب بالسكر أثناء الحمل، فكيف تكون المتابعة هاي بعد الولادة؟ صحيح، المتابعة بعد الولادة دائما بتكون نحن بنقول بنفحص لها السكر اللي هي في الفترة. طبعا في بعض السيدات قد يحتاجوا لعلاج أثناء الحمل، إذا كان العلاج عن طريق الإنسولين أو عن طريق التغذية السليمة أو عن طريق الحبوب بتاعت السكري. فالسيدات اللي أخذوا علاج أثناء الحمل هم موجودين في المستشفى قبل خروجهم، نحن بننصحهم بأنه بنعمل فحص معين للسكر وبنشوف، وغالبا هي ما بتحتاج للعلاجات ما بعد الولادة، وبنجيبهم مرة ثانية اللي هو بين الأسبوع السادس للأسبوع الـ12 اللي هي خلال شهر ونص لثلاثة شهور لفحص السكر، وبنعمل لها فحص مركز اللي هو نحن بنقول عليه جرعة السكر المركزة، وعلى أساسها إذا طلعت طبيعية ذاك الوقت نحن بنقول لها على يعني في الوقت الراهن هي ما عندها سكري، لكن هي عرضة لأنها تصاب بالسكري من الدرجة الثانية في أي وقت، عشان كده المتابعة بتاعتها بتكون سنوية، وفي بعض الأماكن بيعملها كل 3 سنين، لكن نحن عندنا في منطقة دبي بنعملها كل سنة، لازم تعمل فحص السكر حتى نتأكد تماما إن هي ما أصابت بالسكري من الدرجة الثانية، وبننصحها إذا كانت هي حابة تحمل مرة ثانية تراجعنا قبل الحمل حتى نتأكد إن هي خالية من السكر، أو إذا كانت هي عندها سكر السكر بتاعها مضبوط قبل اللي هو يعني متزن قبل ما هي تبدأ حمل جديد، لأنه دائما المضاعفات بتجي مع السكر الغير منتظم، وممكن ننصحها ما تحمل لفترة معينة لحد ما نحن نصل لمرحلة إنه الحمل حيكون آمن بالنسبة لها وبالنسبة للسكر بتاعها. نعم، فمثل ما قلنا أيضا دكتورة الوقاية مثل ما نقول خير من العلاج، على المرأة اللي تفكر أنها تحمل إذا كان لها تاريخ في السكري مثل ما قلنا احتاجت أنها تأخذ أدوية معينة أو كان يعني السكر عندها مرتفع، ننصحها دائما أن تراجع الطبيبة أيضا قبل الحمل، هذا طبعا لصحتها ولصحة الجنين القادم بإذن الله. أكيد أكيد، ونحن دائما بننصح بالنظام الصحي التغذية السليمة في كل البيوت، مش عشان السكر، عشان الأطفال وعشان الأمهات نفسهم، لأن الوزن المثالي دائما عشان أنت تصليه أكيد لو هي بدت حامل أو هي حامل أصلا، فدي كلها بتكون بتقليها من المضاعفات والمشاكل، ونحن بنقول الوجود في منطقة الشرق الأوسط اللي هي مثلا كمنطقة الإمارات هي في حد ذاتها عرضة لأنها تكون دي واحدة من المخاطر أو الخطورات اللي هي نحن بنفحص عليها السكري روتيني أو بصورة منتظمة إذا كانت الوحدة حامل، فمعناته وجودها في المنطقة هي بيخليها عرضة لأنها تصاب بالسكري، فالتغذية السليمة والرياضة السليمة والوزن المثالي دي من الحاجات اللي نحن بنوصي بها، ومثل ما قالت أستاذة منى وأستاذ عبد الله. نعم، شكرا لك دكتورة إكرام عبد العزيز أخصائية النساء والولادة في مستشفى دبي، شاكرين لك وجودك اليوم معنا، وشاكرين لك أيضا وقتك الثمين دكتورة. مشكورين، شكرا لكم وصباح الخير. شكرا دكتوره، شكرا جزيلا، ما قصرتي. شكرا الله يحييك دكتوره. من مثل ما حديثنا الحقيقه يعني شيق ويا الدكتوره اكرام، ودائما موضوع السكري موضوع حيوي وموضوع مهم، لان يعني يلامس شريحه كبيره من افراد المجتمع المصابين بداء السكري، وانا دائما الحقيقه من خلال ايضا تجربه دائما اقول مستمعين الاعزاء اللي يسمعني الحين ومصاب بالسكر او يعرف حد مصاب بالسكر، لابد انه يحط في بال ان علاج السكر لا يتم فقط من قبل الطبيب، لابد ان الشخص المصاب بالسكر يتم علاجه من قبل فريق طبي متكامل، يعني لابد انه يكون عنده مراجعات مع الطبيب، مراجعات مع اخصائيه التغذيه، التثقيف الصحي، العنايه بالقدم، الفحص الدوري للعين، وايضا البرامج الرياضيه والتمارين الرياضيه اللي يحتاج يسويها، وايضا اذا كان الشخص يعاني من اي اضطرابات نفسيه لابد انه يسير ويشوف الشخص او اخصائي الاضطرابات النفسيه، لان مثل ما ذكرت الدكتوره اكرام اذا ما تم لاخذ الموضوع بالطريقة هاي ممكن أن الشخص يصاب بمضاعفات داء السكري اللي ذكرتها الدكتورة أكرام. ناخذ اختيامنا فاصل، وبعد الفاصل فقرة التغذية اليوم مستمعين الأعزاء تحت عنوان حساسية الحليب، خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونأخذ وياكم مستمعين فقرة التغذية اليوم تحت عنوان حساسية الحليب. نعم طبعا أخي عبد الله، الحديث عن هذا الموضوع يسرنا نستضيف معنا الأستاذة عليا دخان، أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عليا. ننتظر لين يعني نأتي أو نحصل اتصال من الأخت عليا دخان. طبعا أخوي عبد الله الأستاذة نعم. عليا بانتظارنا الحين وبناخذها معنا في فقرة التغذية اللي تعودنا عليها كل يوم. أستاذة عليا، اليوم شو بتحدثينا عن حساسية الحليب؟ صباح الخير. موضوع طبعا حساسية الحليب هي يعني نوع من أنواع حساسيات الغذائية التي شائعة عند الأطفال. حساسية الحليب هي ردة فعل الجسم المناعي بالنسبة للبروتين الموجود في الحليب، فجسمنا يستقبل هذا البروتين كأنه عامل يعني كأنه فيروس أو بكتيريا أو شيء ضار، فيبدأ يحاربه. يعني تطلع عندنا أعراض الأعراض الاضطرابات الهضمية أو الجلدية بالنسبة لحساسية الحليب. طبعا حساسية الحليب تختلف أعراضها، ممكن في أعراض تبين عندنا بعد تناول الحليب فترة قصيرة يعني خلال دقائق أو ساعات، وفي أعراض تطلع بعد ساعة يعني يوم الثاني مثلا. فمن ضمن الأعراض الحساسية الحليب اللي هي ممكن نلاحظ عند الطفل اللي هو صفير في الصدر مع التنفس، يكون في تورم في الشفايف واللسان والحلق، فهذا يعني يعتبر رياكشن قوي بالنسبة لحساسية الحليب. أيضا السعال، صعوبة في التنفس، القيء، هاي كلها تعتبر من الرياكشن أو ردة الفعل المباشرة لحساسية الحليب. في بعض الأعراض ممكن تطلع مثل ما قلنا على اليوم اللي بعده أو بعد ساعات طويلة، مثل وجود الدم في الخروج الطفل، الإسهال، تقلصات في البطن أو سيلان الأنف وسيلان العين. هاي كلها تعتبر من الأعراض اللي الشائعة، مو شرط كل الأعراض تبين، بس هذه بعض الأعراض إذا إحنا شفناها لازم الأم تعرض الطفل لطبيب الأطفال على أساس يعني تتأكد إذا كان يعاني من حساسية الحليب أو عنده مشاكل صحية ثانية. نعم، ودكتورة شو يكون العلاج إذا كان الطفل يعني أصاب بحساسية الحليب؟ طبعا الحليب يعني دام إنه هو متحسس من الحليب فما في حل غير إن الطفل نمتنع أو نمنع من غذاء الحليب ومشتقاته، لأن البروتين الموجود خلاص الجسم يشوفه كشيء ضار يتم حاربه، فلازم نحن نمتنع عن تناول هذا الحليب. وطبعا الحليب الأبقار هو الشائع، لكن حتى حليب الغنم والماعز متشابه البروتين، فما نقدر نستبدل حليب الأبقار بحليب الماعز مثلا، فبيكون في نفس ردة الفعل. نقدر نحن نمنعه وناخذ الحليب اللي هو النباتي، وإذا كان الطفل بعده يرضع صغير الأم تغذيتها لازم تتغير، يعني نسمع الأم ونشوف نظامها الغذائي ونحاول نشل عنها المنتجات الحليب الأبقار ومشتقاتها، ونعلمها كيف ممكن تقرأ البطاقة الغذائية في بعض الأكلات مثلا المخبوزات يكون في ضمن المكونات الحليب، الزبدة، هذه كلها بعد بتأثر على الطفل. إذا كان البيبي نفترض ياخذ الحليب الصناعي، يعني أوكي الحليب الصناعي نقول متوفر في أنواع اللي هي خالية من البروتين البقري، وفي من الفورميلا أو الحليب الصناعي اللي فيه الصويا يكون مستخلص من بروتين الصويا، فما يكون له ردة الفعل أو التحسس نفس حليب الأبقار. نعم أستاذة، هل ممكن للطفل أنه مثلا بعد فترة يشفى من حساسية الحليب، ولا هذا أمر شائع يستمر معاه طوال العمر؟ وعادة لأنه هي عامل ردة الفعل المناعية يتطلب وقت، في بعض الأطفال ممكن مع تقدم العمر جهاز المناعي يقوى، جهاز الهضمي يقوى، فبالتالي ممكن يتقل عنده تحسس الحليب أو حتى تروح عنه، فهو من عوامل الخطورة للإصابة بحساسية الحليب هي صغر السن، يعني الأطفال صعب تحصلين شخص كبير ما كان عنده حساسية وفجأة صار عنده حساسية من الحليب، فهي يعني شائعة عند الأطفال لأنها تبتدي في هالسن، وكل ما قوة مناعته وجهاز الهضمي
ممكن مع التقدم في العمر أثقل عند التحسس. بعد عامل وراثي، إذا كان العائلة عندهم حساسية غذائية، عندهم الربو، عندهم الأزمة الأكزيما، هاي كلها ترها أمراض تتعلق بالمناعة، ممكن الطفل يكون عنده حساسية. فإذا العائلة عندها هاي الأمراض منتشرة بين الأم والأبو، فلازم الواحد يتحمل. البيبي مرته ما نعطي حليب البقر على طول، نقدر نحن نأخر شوي. نعم أستاذة علي، نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين؟ نصيحة حابة بس أوضح موضوع الحساسية، ممكن شوي يشتبه عند الناس بين اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز والحساسية العادية. فلازم نوضح أن حساسية الحليب هي حساسية ضد بروتين الحليب، تكوين الحليب الأساسي، لكن عدم تقبل اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، هذه ممكن تصير عند الأشخاص الكبار، يصير لهم غازات أو نفسه فقط، مب الرياكشن مثل الردة الفعل الكبيرة اللي ذكرت لك إياها، مشاكل في التنفس ممكن تسبب مشاكل أكبر. فعندنا تحسس على الحليب وعندنا حساسية الانتولرنس والألرجي، فهم مصطلحين مختلفين. نعم أستاذة علي دخان، أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك معنا ومعلوماتك القيمة. العفو. ننتقل اختيامنا عيالي إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فقرة صحة المرأة، واليوم تحت عنوان قصر القامة الطبيعي. وطبعا اليوم أخوي عبد الله موضوعنا موضوع شيق ومهم، واللي هو قصر القامة الطبيعي، وبتكون معنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشارية غدد صماء وسكري في مستشفى لطيفة. صباح الخير أستاذة ليلى. صباح النور. أهلا بك. صباح الخير دكتورة ليلى. صباح النور، مرحبا فيكم، شكرا على الاستضافة. الله يحييك. مثل ما ذكرت اختيامنا بأن موضوع قصر القامة دكتورة ليلى من الأمور المهمة، وأنتم أيضا يعطيكم ألف عافية الحقيقة على جهودكم الكبيرة في هذا الموضوع والخدمات المميزة اللي تقدمونها. فدكتورة حابين يعني تعرفين المستمعين عن قصر القامة الطبيعي. نعم، قصر القامة الطبيعي بالذات احنا حبينا نتكلم عنه، لان مو كل قصر قامة يكون ما اسباب مرضية ويحتاج الى علاج هرموني مثل ما شائع عند الناس. فلازم المجتمع يكون واعي بان قصر القامة الطبيعي موجود، وممكن ان احنا في عياداتنا التخصصية نشخص هاي الحالات ونتابعها ونطمن الاهل بأن هذا نمو طبيعي لدى الطفل. نعم، هذا هو إذا عرقلنا التعريف قصر القامة، شو هي أسباب، هل هناك أسباب لقصر القامة الطبيعي؟ نعم، هو قصر القامة أولا أن الطفل يلاحظون الأهل أنه أكثر عن باقي أقرانه في المدرسة أو باقي أهله اللي في نفس العمر، أنه يكون معدل النمو الطول عندهم أقل من ألو إلكتروني. ألو، هلا، أهلا، تفضلي. هلا هي. فإحنا نسوي لهم أسسمنت أو تشخيص على منحنيات عالمية تخص الطول والوزن لدى الطفل، وبعدين نحدد وين يقع الطفل بالنسبة للأهل، للأم والأبو. هذا جدا مهم، لأن أسباب قصر القامة الطبيعي هو يكون لأسباب وراثية، إن الطفل يتبع الأم والأبو والجينات اللي موجودة عنده، والسبب الوراثي بأنه يكون قصير القامة لسبب وراثي. والسبب الثاني المهم هو قصر القامة اللي هو التأخر في البلوغ، اللي هو قصر القامة البنيوي اسمه، هذا أيضا طبيعي. فهذيل أحس أهم سببين لقصر القامة الطبيعي لدى الأطفال، اللي هو التأخر البنيوي والطبيعي التابع للأهل للأسرة. نعم، ذكرتي لنا طريقة تشخيص قصر القامة الطبيعي، ممكن تذكرينا فيه دكتورة ليلى؟ نعم، الطريقة هي أن إحنا ناخذ معدل طول الأم والأبو بالسنتيمتر بالضبط، حتى عندنا في العيادة مرات نطلب من الأم والأبو أن نقيس طولهم بالضبط عندنا في العيادة،
نفس الشيء نقيس طول الطفل بالضبط عندنا في العيادة على ونسجله على منحنى عالمي اللي هو المنحنى النمو، ونشوف وين يقع الطفل بالنسبة لأمه وأبوه. عندنا معادلة حسابية نسويها نحسب بالضبط وين موجود الطفل بالنسبة لأمه وأبوه عشان نعرف إذا كان يتبع الجينات قصر القامة التابع لمعدل الجينات للأم والأبو أو لا. فهذا جدا مهم. إذا الطفل ينمو في منحنى جينات أمه وأبوه فمعناته أن هذا طبيعي، وإذا الطفل ينمو في مستوى البلوغ والتطور الجسدي اللي عنده بعد هذا معدل طبيعي. طبعا احنا كأخصائيين في العيادة نقدر نقدر ونقيم ونشخص هاي الحالات. نعم طبعا دكتورة، إذا لاحظ الأهل على الطفل اللي عندهم قصر القامة، فهل هناك علاج معين أو هرمونات نمو تساعد في علاج قصر القامة الطبيعي؟ قصر القامة الطبيعي من أهم الإرشادات اللي نعطي الأهل إنه لا يعالج بالهرمونات، لا ما يستفيدون من العلاج بهرمونات النمو. نعم، عشان لهذا السبب يكون وايد ضروري إنهم يجون العيادة وإحنا نوضح لهم هالشيء أو نشخص هل هو قصر قامة مرضي أو قصر قامة بسبب طبيعي أو بسبب تأخر في البلوغ. أكثر شيء تأخر في البلوغ يكون شائع عند الذكور أكثر من الإناث. نعم طبعا دكتورة، إذا أنت مثل ما قلتي الهرمونات، يعني هي هرمونات النمو لا تساعد في علاج قصر القامة، فكيف توصلون هاي المعلومة للأهالي؟ كيف تقولون للأهل والله هاي الهرمونات ما تساعد في علاج قصر القامة؟ بيكون التساؤل شو هو العلاج؟ نعم، شو العلاج؟ هذا وايد مهم أن هم يجون ونشرح لهم منحنيات النمو ونشرح لهم وين يقع الطفل بالنسبة لأمه وأبوه في المعدل الجينات، وأن الطفل ينمو طبيعي في معدل أهله. يجون عنا ونشرح لهم منحنيات النمو والتطور البلوغ ووين وصل الطفل في مرحلة البلوغ، ونقدر نشخص هالشيء إذا الطفل متأخر في البلوغ طبعا بالمعاينة السريرية وكذلك بالعمر العظمي. عندنا أشعة متخصصة اللي هي أشعة اليد اليسرى والرسغ الأيسر، ومن خلاله نتعرف وين يقع العمر العظمي بالنسبة للعمر الزمني للطفل. نعم، وطبعا دكتورة ليلى، هناك أيضا خدمات في مستشفى لطيفة تقدمونها أنتم في هذا المجال، خدمات تقدمونها للأهل في مجال قصر القامة؟ يعني ممكن نوضح لهم أي قسم يتوجهون للأهالي إذا حسوا أن طفلهم يعاني من قصر القامة الطبيعي؟ نعم، عندنا عيادة الغدد الصماء، وعندنا قسم الأشعة متخصص في قياس العمر العظمي للأطفال، وعندنا البرامج اللي دقيقة جدا اللي نقدر عليها مستويات الطول والمنحنيات الطول. نعم، فنحن نقدر ننصح المستمعين اللي يشعرون بأن أحد يعني أبنائهم يعاني من قصر القامة الطبيعي أنهم أولا يتوجهون لأقرب مركز صحي لهم، وبالتالي تم تحويلهم إلى مستشفى لطيفة لمراجعة هذا الموضوع اللي هو موضوع علاج قصر القامة الطبيعي. نعم، طبعا كانت معانا اليوم دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي استشاري غدد صماء وسكري في مستشفى لطيفة. شاكرين لك تواجدت معانا دكتورة. العفو، أنا أشكركم على الاستضافة وعلى المواضيع الشيقة اللي تقدمونها. شكرا. شكرا لك دكتورة. شكرا دكتورة. واختامنا عيل عندنا نحن اليوم أيضا خبر اللي بعدنا عفوا ما أخذنا، اللي هي الغنى والضحك والقهقهة ترفع نسبة الأكسجين في الدم. شو رأيك نأخذ الخبر هذا قبل نختم فقرتنا لهذا اليوم؟ طبعا أخوي عبد الله، خلينا الخبر هذا للختام لأن حابين الصراحة أن المستمعين يعرفون أن ممكن للضحك والقهقهة أن ترفع نسبة الأكسجين في الدم. وطبعا يتنفس الإنسان
بشكل لا إرادي، ولكن يمكن تحسين الأداء من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتساعد القدرة على التنفس بوتيرة متوازنة في المحافظة على مستويات صحية من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم. ويقول لك أخوي عبد الله الخبر أن الضحك بصوت مرتفع والقهقهة من الطرق الممتعة لتحسين أداء الرئتين، لأن الكثير من الضحك يزيد من سعة الرئتين ونشط عضلات البطن، كما أن نوبة القهقهة الجيدة تطرد الهواء من الرئتين وتسمح بدخول كميات كبيرة من الهواء النقي. وطبعا كذلك التخلص من الوزن الزائد، وإذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن فربما يواجه مشاكل في التنفس بشكل جيد، ويشكو الأشخاص اللي يعانون من السمنة من ضيق التنفس، حيث يمكن أن تقلل الدهون الزائدة في البطن كمية الهواء التي يمكن أن تحتفظ بها الرئتان عند الشهيق. وبذلك نقول أن فقدان الوزن يسهل من عملية التنفس والحركة، وكذلك النشاط والحركة. تحافظ التمارين الرياضية على صحة الرئتين، ويمكن ممارسة أي نوع من التمرينات الرياضية وستفي بالغرض، طالما أن مدة التمرين بنشاط معدل يصل إلى 30 دقيقة على الأقل في 5 أيام أسبوعيا. ويمكن الأنشطة البدنية المنتظمة مثل المشي أو ركوب الدراجات أن تزيد من سعة الرئتين، حيث يفوز الشخص بتنفس كامل وعميق، مما يعني مزيد من الأكسجين بالدم وازدهار لخلايا وأعضاء الجسم. وطبعا أخوي عبد الله الخبر الصراحة خبر جميل، يعني إذا نحن صحيح. بالضحك والقهقهة بنرفع نسبة الأكسجين في الدم، فنتمنى من جميع المستمعين أنهم يستمرون بالضحك بصوت عالي والقهقهة، وكذلك الاستمرار مثل ما قلنا في هذا الخبر بالأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، ممكن أنها ترفع نسبة الأكسجين في الدم. صحيح. وأيضا هناك اختيام الكثير من الدراسات حول هاي المواضيع، لأنها تساعد الحقيقة في يعني تحسين الصحة النفسية لدى الناس. وأيضا هناك كثير من الدراسات حول هذا الموضوع، وبالأخص للي عندهم أو اللي عندهم الأمراض المزمنة بإمكانهم أيضا أن يستفيدون من هاي الأمور اللي دائما ترفع من نسبة سعادتهم اليومية. اختيامنا خلنا نذكر أيضا مستمعينا الأعزاء بخصوص موضوع التطعيم بالنسبة لكوفيد-19، بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزرز بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وأيضا كبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم أيضا الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. والتطعيم دائما أمان واطمئنان. وأيضا اختيامنا إذا بتذكرين مستمعين الأعزاء بالنسبة للمراكز وأيضا الفئات المستثناة. نعم طبعا أخوي عبد الله، أول شيء نذكر المستمعين بطريقة أخذ موعد لتطعيم كوفيد-19، وهي طبعا طريقة جدا سهلة. يمكنهم أيضا أخذ موعد للقاح كوفيد-19 عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA، أو من خلال اتصال على الرقم الموحد في هيئة الصحة واللي هو 800-342. فقط يمكنهم الاتصال والإجابة عن الأسئلة، وبالتالي طبعا بياخذون موعد لأخذ اللقاح. ونذكرهم بالمراكز المعتمدة لتطعيم فايزر بايونتك في دبي، واللي هي مركز زعبيل للرعاية الصحية، ومركز المزهر، ومركز ند الحمر، ومركز البرشة، ومركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومستشفى حتى، وكذلك مركز الصفاء الصحي. طبعا هاي أخوي عبد الله جميع المراكز اللي تقدم لقاح فايزر بايونتك. وطبعا اختيامنا هناك إن شاء الله لست أكبر بخصوص عدد المراكز اللي نعم. بيكون فيها أخذ أو إعطاء اللقاح المجاني لكوفيد-19 في إمارة دبي.
وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا كان معنا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، وكل الشكر والتقدير لك آمنة العلي، ما قصرتي. شكرا لك أخوي عبد الله، تسلم. الله يحييك، ودمتم مستمعين الأعزاء جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.